وبنجدد لقاءاتنا معاكم مشاهدينا الكرام من داخل فندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، وحفل وندوة توقيع كتاب نجاحات نسائية عربية واللي بتقدمها شبكة إعلام المرأة العربية. يسعدنا وشرفنا أن يكون معنا دكتور محمد أبو ذكري رئيس لجنة الصحة بشبكة إعلام المرأة العربية. دكتور بنرحب بحضرتك. يا أهلا وسهلا، مرحب بيك، منورتنا دايما. في البداية عايز أعرف من حضرتك رأيك النهاردة في ندوة وحفل توقيع كتاب نجاحات نسائية عربية. احنا طبعا مضينا بتجربة صعبة جدا جدا في العالم كله، العالم توقف وكأن خلاص العالم هينتهي، وفي وسط هذا الظلام وفي وسط هذه موجة التشاؤم اللي حصلت والناس كلها قلقانة، الحمد لله رب العالمين في ناس بدأت يبقى عندها نبذات إيجابية وبدأت تاخد إجراءات إيجابية، ومن ضمنهم ال 13 تجربة أو الكام تجربة اللي موجودين في كتب في الكتاب دون. وكان يعني جميل قوي من الشبكة إنها ترصد هذا التطور الإيجابي أو هذه الإيجابيات وإنها تحطها في كتاب كتوثيق للمرأة وتوثيق لفعالية المرأة العربية اللي هي يعني مدية دايما ان هي سلبية او هامشية او مهمشة، لكن الحمد لله الكتاب ده وثق حاجات تجارب جميلة جدا في ظل تجربة صعبة جدا على العالم كله، فان شاء الله الكتاب يعجبكم والمؤتمر النهارده يعجبكم، وان شاء الله تبقى يعني تجربة شيقة او تجربة جيدة ان ناس كتيرة او سيدات كتيرة او رجالة كمان ان هم يستفيدوا بيها ان شاء الله. دكتور يعني حضرتك رئيس لجنة الصحة، كلمنا بقى على الفترة الصعبة اللي مرينا بيها كلنا في أزمة كورونا، وإيه الدور اللي حضرتك كنت بتقدمه؟ والله إحنا حضرتك هي كانت تجربة غريبة جدا على العالم كله، وطبعا على الأقل في أول 3-4 شهور إحنا ما كناش عارفين نتصرف إزاي في العالم كله كقطاع طبي، فكانت يعني من زمان إحنا بقالنا مثلا من 120 سنة لم تحدث جائحة عالمية من أيام الإنفلونزا الإسبانية، ولم يكن هناك وسائل اتصال ولا وسائل التفاعل ولا الطفرة العلمية اللي كانت حصلت. عايز اقول لحضرتك ان احنا بعد حوالي اسبوع تقريبا من طلوع الفيروس طلع على طول، طلع على طول عرفنا نفصل الفيروس ونعرف، وبدأ لأول مرة في التاريخ ان هو يتعمل لقاح في خلال سنة. اي لقاح في العالم كان لازم ياخد على الاقل حوالي 3 سنين، فطبعا دي كانت تجربة صعبة جدا. طبعا الحمد لله رب العالمين كان في تجارب ايجابيه جدا جدا. احنا مثلا عندنا في الشبكه بدانا نعمل يعني برامج توعيه على الواتساب، على اساس طبعا كان في تباعد اجتماعي على الواتساب وعلى التليجرام وفيديوهات على اليوتيوب، بحيث ان احنا كنا من اوائل الناس اللي قدمنا فيديوز او يوتيوبس في فيديوهات عشان ندي التعليمات الاولانيه اللي كانت بتطلع اول باول، وكان في ابديت اول باول في الشبكه عندنا وانتشرت الحمد لله وعملت كان لها مردود كويس قوي. عايز اقول لحضرتك ان الشبكه قدمت في فعاليات بما بكل التباعد الاجتماعي وبكل الاجراءات الصحيه المتبعه، قدمنا حوالي من 13 فعاليه في خلال السنه ونص دول، طبعا باعداد قليله صحيح، لكن عشان نواكب التباعد الاجتماعي. طبعا الحمد لله رب العالمين الامور عدت على خير، والحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا للمرحله دي ان احنا حتى بنقابل بعض دلوقتي والدنيا بقت احسن بعد التطعيمات والكلام ده كله. عايز اعرف من حضرتك الدور اللي بتقوم بيه شبكه اعلام المراه العربيه في الفتره الاخيره، خاصه كمان ان الشبكه بتضم قيادات مختلفه من 18 دوله عربيه. والله ده الجميل في الموضوع ده، فعاليات كتيرة جدا. طبعا للأسف موضوع كورونا احنا سنة ونص قبل السنة ونص دي او قبل السنتين بتوع كورونا كانت الفعاليات اكثر انتشارا واكثر بهجة واكثر حيوية، لكن ان شاء الله ترجع الامور كويسة. انا شايف ان الملتقى ده والتجارب الايجابية اللي موجودة في الكتاب ده اعتقد انها ملهمة جدا لسيدات ورجال كثيرين ان هم حذو الشبكة، وان شاء الله تبقى بادرة خير الكتاب ده ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور محمد. شكرا جزيلا، تسلم. وده كان لقاءنا مع الدكتور محمد أبو ذكري رئيس لجنة الصحة بشبكة إعلام المرأة العربية.